نروح بريطانيا. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعهد ببناء بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي واللي كانت عضو فيه لمدة تزيد عن 40 عاما، وقال بريطانيا التي أقودها ستكون عالمية وتتطلع للخارج ودولة واثقة من نفسها. احنا معانا على التليفون أستاذة يسرى الشرقاوي خبيرة الشؤون الدولية. أستاذة يسرى مساء الخير. مساء النور أستاذة، ومساء النور بمتابعيكي أينما كان. أهلا بيك. قولي لي إيه اللي توقفتي أمامه يعني في هذا الكلام لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ببناء بريطانيا عالمية تتطلع للخارج وإن هي واثقة من نفسها، بيوجه الرسالة دي لمين؟ في نقطتين مهمتين جدا لازم إن إحنا نتوقف أمامهم عندما نراجع خطاب بوريس جونسون أمام قمة مجموعة السبعة. أولا هو يتحدث عن بريطانيا جديدة، يتحدث عن بريطانيا تحت لواء وهو في عهده ستكون عالمية، ستكون منفتحة، ستكون قوية، ستكون أكثر تأثيرا، وكأن بريطانيا السابقة التي سبقت عهده، بريطانيا التي ما زالت قائمة حتى الآن لم تكن مؤثرة، لم تكن قوة عظمى، لم تكن منفتحة، لم تكن عالمية على حد تعبيره. في هذا الشأن نحن طبعا بنصطدم بخطاب يميني أو أقصى اليمين أو بالغ التطرف كما يمكن تصنيفه. هذا الخطاب الذي ساد وتصاعد قبل أزمة البريكسيت، وطبعا كانت أزمة البريكسيت هو الوقود الموجه لهذا الخطاب في بريطانيا وأوروبا عامة، أن الوحدة أو بمعنى أصح عفوا ليست الوحدة، أن الدولة منفردة ستكون أكثر قوة إذا ما تغلبت على فكرة الوحدة أو على الوحدة الأوروبية إجمالا. النقطة الثانية اللي يجب التوقف أمامها أن بوريس جونسون يغالط نفسه، أو في الواقع حضرتك سألت إلى من يتوجه بهذا الخطاب، هو يتوجه في واقع الأمر لأكثر من طرف، يتوجه إلى قادة مجموعة السبع، يتوجه إلى القوى الاقتصادية الكبرى التي يفترض أن بريطانيا الجديدة على حد تعبيره ستتواصل معها وستعقد اتفاقيات لتحرير التجارة عقب خروج البريطاني المزمع من السوق الجمركية السوق الجمركية الواحدة أو الموحدة عفوا للاتحاد الأوروبي. يتوجه أيضا بالحديث إلى الشعب البريطاني، هو حديث طمأنة بيؤكد على أن مسألة البريكسيت لن تنتهي إلى كارثة، لن تستمر الدراما إلى أبد الآبدين، وإنما ستكون النهاية نهاية سعيدة حيث يحظى كل بطل من الأبطال البريطانيين بمراده. يتوجه أيضا بالحديث إلى حكومته، حكومة الحرب التي هي في مجلس حرب منعقد بشكل يومي من أجل الاستعداد لسيناريو الخروج بدون اتفاق، الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي بدون الاتفاق، ما يعني فوضى، ما يعني عدم وضوح لمستقبل بريطانيا العالمية على حد تعبيره. أشكرك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية الأستاذة يسرى الشرقاوي، شكرا لك جدا.